مع تفاقم تلوث الهواء بحلول فصل الشتاء، اجتاح ضباب دخاني كثيف العاصمة الهندية نيودلهي، مما أدى إلى ارتفاع تركيزات الجسيمات الدقيقة في الهواء وتسبب في حدوث اختناقات ومشاكل في الجهاز التنفسي لدى العديد من سكان العاصمة الهندية. انخفاض درجة الحرارة في دلهي وكذلك سرعة الرياح أدى إلى زيادة التلوث، لأن الغاز غير قادر على التحرك للأعلى في الغلاف الجوي ويبقى بالقرب من الأرض. العشرة أيام القادمة بالغة الأهمية بالنسبة لدلهي، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحسين الوضع. سكان مدينة دلهي الهندية اشتكوا من حكة في العيون وصعوبة في التنفس وسط سحب كثيفة من الضباب الدخاني، صنفه المؤشر الوطني لجودة الهواء في الهند أنه الأسوأ في المنطقة. أعتقد أن مستويات التلوث تزايدت منذ آخر 10 إلى 12 يوما في دلهي، لكنني شعرت بذلك حقا اليوم في عيني. هناك الكثير من الضباب الدخاني، الوضع ليس جيدا على الإطلاق. أجد صعوبة في التنفس بشكل صحيح، فهناك الكثير من التلوث، ونناشد الحكومة لوضع حد لهذا الوضع. الضباب الدخاني الكثيف يتشكل فوق العاصمة الهندية كل شتاء، حيث يحبس الهواء البارد الكثيف غبار البناء وانبعاثات المركبات والدخان الناتج عن حريق بقايا المحاصيل في الولايات المجاورة، مما يتسبب في زيادة أمراض الجهاز التنفسي بين سكان المدينة الذين يزيد عددهم عن 20 مليون نسمة.